آخر سؤال نختم به، سؤال عجيب ومؤسف، وأرجو أن تعذروني لأنه لابد لكل سؤال من جواب، وكنت أود ألا أجيبه على الملأ، لكن لأنه كثر التساؤل عنه من جهات شتى. تقول: أنا متزوجة من رجل عنده عدة زوجات، وعند الجماع يتخيل أنه يضاجع أمي ويناديني باسمها ويطلب مني صورا لها. أنا مستغربة ولا أستطيع أن أحكي هذا الكلام لأحد من الناس. منذ أكثر من شهر ما حصل بيني وبينه لقاء، لا أدري ماذا أفعل. أنا حامل في الشهر الخامس وأنا لسه متزوجة من 12 شهر فقط، وهذه الزواجة الثانية لي، طلقت من قبل وعندي ولد من الأول، وأخشى ما ينظر الناس به إلي إذا وقع طلاق جديد. نقول: يا أمة الله، إن جماهير أهل العلم على حرمة أن يجامع الرجل زوجته وهو يتخيل جماعه لامرأة أخرى. هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، بل عده بعضهم من الزنا. اسمعي ماذا يقول ابن الحاج المالكي، اسمعي جيدا: ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا، لما قاله علماؤنا في من أخذ كوزا من الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، فقالوا إن ذلك الماء يصير عليه حراما، وهذا مما عمت به البلوى. حتى لقد قال لي من آثق به إنه استفتى في ذلك من ينسب إلى العلم، فأفتاه بأن ذلك يجوز وأنه يؤجر عليه، وأنه إن فعل ذلك صان دينا. فإنا لله وإنا إليه راجعون على وجود الجهل وعلى الجهل بالجهل. وما ذكر لا يختص بالرجل وحده، بل إن المرأة داخلة فيه، بل هو أشد، لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر، فإذا رأت من يعجمها تعلق بخاطرها، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها، فيكون كل واحد منهما في معنى الزاني. ابن مفلح الحنبلي نعم يقول: لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة فإنه يأثم. ابن عبدين الحنفي يقول: ولم أرى من تعرض للمسألة عندنا، يعني عند الأحناف، وإنما قال في الدرر إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم. والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل، لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطأها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير مسألة الشرب. ثم رأيت صاحبة بين المحاري من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج وأقرها. ومن أجاز هذا من بعض الشافعية بالقطع لا يتحدثون عن امرأة محرمة لا تحل، ولا يتحدثون عن استدعاء هذه الصورة. في فرق بين ما يمر مجرى الخواطر العابرة والسانحة، أما أن يستدعي هذه الصورة وأن يتشبث باستدعائها وأن يضعها نصب عينيه أثناء لقائه مع زوجته، وأن تكون هذه الصورة لامرأة لا تحل حرمها الله جل وعلا عليه إلى الأبد، هذا لون من ألوان الفسوق عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولا أظن أن عالما يفتي بحله قط. فأسأل الله جل وعلا أن يخرجه من هذه الوهدة، من هذه الحمأة، وأن يجعلها آخر خطيئاته، وأن يمن عليه بتوبة صادقة. فيا أمة الله، ذكريه بالله عز وجل عظية، خوفيه به، فإن أبى قولي له: دعنا نحتكم إلى من تثق في دينه من أهل العلم وأهل الفتوى، ولا تكن مفتي نفسك وأنت متورط في هذا الواقع. وأسأل الله جل وعلا
أن يأخذ بنواصيكما لما يحب ويرضى، وأن يحملكما يا بنيتي في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.